أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها الله أكبر. وأقيموا
بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام الله والحب ذو العصف والريحان فبأي خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي بينهما برزخ الله بينهما برزخ لا يبغيان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما يسأله من في السماوات والأرض يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن صدق الله العلي العظيم. الله الله الله.